نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من باريس الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السربون. دكتور الساري، أهلا بك معنا على شاشة الغد. فشل أوروبي جديد للاتفاق على تسقيف أسعار الغاز، ما الذي يجعل هذه المهمة صعبة إلى هذه الدرجة؟ أهلا وسهلا. أولا، لماذا هي صعبة؟ لسبب يعني سهل الفهم، وهو أنه من الناحية هنا الموقف هو موقف سياسي، وهو يعني إعطاء إشارة للرأي العام وللعالم أن الاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا ويمنعها من الاستيلاء على أموال الأوروبيين وإنفاقهم في الحرب. هذا موقف سياسي، ولكن يعاكس هذا الموقف يعاكس كل المصالح الاقتصادية الأوروبية وحتى قوانين السوق. وأذكر أن السيدة يعني كريستين لاغارد مديرة العامة للبنك المركزي الأوروبي قالت أن هذا موقف سيء. لماذا؟ لأن هذا سيدفع المنتج الروسي إلى الولوج إلى عقود يعني غير يعني مقننة ولا تخضع للسوق، أنهم سيخرجون من السوق، وهذا سيكلف الكثير وسيرفع من الأسعار. هناك كذلك بعض البلدان كألمانيا خصوصا هي تقول بأنه هذا الموقف وتقنين الأسعار إلى آخره سيكون من عواقبه هو أن المنتج الروسي سيذهب إلى أسواق أخرى. طيب، لكن أنت في تقديرك دكتور الساري، في تقديرك دكتور، من حجته أقوى؟ هناك دول لا تريد تسقيف أسعار الغاز مثل ألمانيا النمسا وهولندا، وهناك دول مستميتة تريد بقوة تسقيف هذه الأسعار الآن وليس غدا مثل اليونان بلجيكا إيطاليا وبولندا. من حجته أقوى في تقديرك؟ من حجته أقوى هم الدول التي عندها وزن والتي عندها يعني هي تشكل القاعدة الاقتصادية والصناعية هي ألمانيا بدون شك. هذا يعني ألمانيا، وألمانيا هي الممول الأول للاتحاد الأوروبي وتمول حتى هذه الدول بشكل غير مباشر، وأن بعض الدول عندها مواقف سياسية وسياسوية تجاه روسيا وخصوصا في أوروبا الشرقية، لأنهم عندهم حزازات يعني قديمة منذ قرون وحروب إلى آخره. لكن دكتور، هذه الدول دكتور لو سمحت لي على المقاطعة، هذه الدول ومن ضمنها بولندا، هذه الدول ألمانيا مثلا دكتور ساري، هذه الدول ألمانيا مثلا، ألا يعاني مواطنوها من ارتفاع أسعار الغاز المرتفعة مثل باقي الدول الأوروبية التي تطالب بتسقيف أسعار الغاز الآن أم ماذا؟ المشكل أن تسقيف أسعار الغاز وحتى النفط لا يحل لا يشكل يعني دافع ومحرك لكي تنخفض الأسعار. لو كان ذلك لكل يتفق الكل متفق على أن تكون الأسعار في أدنى مستوى، ولكن كل الإجراءات الأوروبية منذ البداية، العقوبات على روسيا من ناحية النفط والغاز كان عندها يعني عواقب وعكسية. لماذا؟ لأنه لما يقصى بلد عنده 10%، أنا لا أتكلم على المسائل الأخلاقية والسياسية ولماذا تدخلوا إلى آخر، أتكلم اقتصاديا محضا، أن الاتحاد الأوروبي كل قرارتي لحد الآن ساهمت في ارتفاع الأسعار. هم لا يدركون ربما أن الأسعار تحدد في بورصات كبيرة كشيكاغو بورد أوف تريد التي زرتها. هؤلاء المضاربين
هم لا يهتمون بالمسائل السياسية والأخلاقية، هم يحللون أن السوق سيفقد شيئا ما منتج مهم، وأن سيكون توترات على الإنتاج، ويشترون بالعقود الآجلة للثلاث أشهر المقبلة بأسعار مرتفعة. شكرا. فبالعكس الإجراءات الأوروبية هي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، وأنا أقول أنه لو لم يكن تدخل الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن لهبطت أسعار البرميل إلى 35 دولار، لأننا في حجر صحي في الصين، في ركود اقتصادي، وخصوصا في رفع نسبة الفائدة والسيولة التي تدعم المضاربات. يعني لماذا السياسة النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي جد صارمة وعكسية بالنسبة للنمو الاقتصادي؟ نعم. لأن هذه الأموال التي كانت تضخ في الأسواق يعني ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية. لماذا؟ لأن هؤلاء المضاربين يشترون الأموال بنسبة فائدة 1%، ويشترون أصول يعني في شيكاغو أو في غيرها أو في نيوكاسل، نعم دكتور، واضح، شكرا لك. المضاربات، نعم، أنه لولا هذه السياسة لهبطنا إلى 35 نعم. دولار. شكرا لك من باريس، الدكتور جميل الساري، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السربون، شكرا لك.